ان امي ارضعت ابني مع اخي الصغير، واختي الكبرى ارضعت اختي الصغرى مع ولدها الاوسط، واختي الوسطى ارضعت اختي الصغيره مع ولدها الاوسط، فهل يجوز ان يكون جميع اولادي واولاد اختي الكبرى والوسطى اخوه او ماذا، علما بانني لم ارضع احدا؟ جزاكم الله خيرا. الاولاد الذين رضعوا من امراه واحده، الاولاد الذين رضعوا من امراه واحده، سواء رضعوا من امك من امك او من احدى اخواتك، خمس رضعات فاكثر في الحولين، يكونون اخوه، يكونون اخوه من الرضاعه، سواء رضعوا من امك او رضعوا من احدى اخواتك، يكونون اخوه من الرضاعه. والذي رضع من امك يكون خالا لاولاد بناتها، يكون خالا لاولاد بناتها كلهم، لانه رضع من جدتهم فيكون خالا لهم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.